أرك إلتام بمجال ذلك سماعي حرمت قبلك الجبهة وسوا عزكم وسوا بحيكم منان تدوين الدبال دقيدة كوبك أي خادن حرك كبدة حتى الجبل لان أي كقادن لجودة حرك كبدة حتى بطلان منان كرا جديدة هي عزكم وسوا بحي ودين كوين مجال ذلك سماعي بقولان تدوين أي بنا بحي لقطة غير يا غوشاتي سو من دقي خارك مدا تدوينها أي وعشرين دونا أركيد أو دكو أدن غوشة أي جارين حرك الجبل درين كذا بالكورة ولا كوركا ترين كي تو ما جواه ما تما دام جبلان إكوب كقاتي وسود وين أيا تغيروا إنه جبلان أها إن شاء الله تعالى ده قول بدون ورجين إنه وانا قول السنة ما تبغى بكرة ترين كي بكرة ترين كي وعاو ما تما دام كوش مثل جبلان إكوب كقاتي ما تما كفر هذا هاي قول الرجال يا ما شاء الله سلام أي ما حد أصاب بحلي أو ما أنتي لا مي قاعد أصاب تقول دعوة صبح جبلان أنا رني ما شاء الله بالعالم الحمد لله كوب كنا سكلي ما حك لرمنا فرح ده زميلك سلينا ما سحبه ما شاء الله زايد بقى وفرح سنة هيجوش ما أنت أنجرني كسمعي ووجد هو فرح كم وقته ما كوب كان وقال جل مده الله قدام بس بدل ما حد كور بينه ويسي سلاك ما أنت كور يسي مي ما كفرح ده موجيا موجيا هذا وصل هاي ولي حكوا جلنا إذا دقيتي كوب كي قادين حلك جبلان magacaygu waa guuleed xasan ismaan maanta waxaan aad ugu faraxsanahay guusha ballaaran ee gaadhay naadiga ama ni sheegay xulka kubadda cagta ee jubbaland waa waxaan horay u filaynay waa waxaan waligeen aan sameyn jirnay insha allahu taala hadda kadibna waxaan rajaynaynaa sida ayo si ka darnaan salaam walaal bilaal lama soo qiyaasi karo waa u jeedaa dharkii inaan guul bisnaahay jubbaland sanadkan jubbaland horjeen aan guuley gaawnimo والله دراك يا مسؤول كلا عاد يا وما فتين وتقبل تهرينا وعلى عيون ما العلينا بدوني أنا أول ما بدي تبكينا يا تونا تبكينا يا تقبل دراك يا قول قولي ما ما أنت جبل لكوك السيارة يا قاطي ولا جاي سوق هذا جبتين اللي بحيله سومالي الله اللي هذا حتى هذه هذا يا وما فتين شعب كنا سومالي ثم راح يروح مع بزح حشديري وحان عاد يا أبو فرحان هاي كلاك قوشة يسوي زي نجبلان وحان لا يا دمان aad iyo aad baan uga mahadcelinaya Atletico ka soo haystay aad iyo aad baan uga taageersanahay dhamaan maanta waa u jeedaa reer Jubbaland aad iyo aad ayaan faraxsanahay waa laga dabaaldegayaa aad baan u faraxsanahay gobollada ummadda Soomaaliyeed meel kasto Soomaaliya meel kasto oo joogto inaanu guusha qaadno gaar ahaan haddaan nahay ummadda reer Jubbaland waxaan maanta u faraxsanahay wax aan si aan loo koobi karin gudahaaba marka la isku soo wada doobo waxa uu noqonayaa koobkan koobkii sagaalad oo ay qaadaan xulka Jubbaland iyadoona guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada Jubbaland ay ka soconayaan dabaaldegyo farxad wato oo ay u dabaaldegayaan koobkii sagaalad oo ay qaadeen xulka Jubbaland Cabdi Qadir Iimaan Dhaqane Concable TV magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.